خلونا نتابع أبرز الأخبار اللي هتكون النهاردة معانا بالتفصيل. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا اللي بتمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، خاصة بعد تأكيد الحكومة الجديدة لنال ثقة النواب اعتمادها على مخرجات الحوار الوطني ورؤية مصر 2030، وده بيأكد اهتمامها بالاستفادة من التوصيات الصادرة في مختلف المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، ومن بينها قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي ونظام الثانوية العامة الجديد. وينعقد المجلس لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن، ويتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علم الرياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، ومن المقرر أن يختبر قرابة 100,000 طالب وطالبة في المادة. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بأداء طلاب شعبة علم الرياضيات امتحان الديناميكا تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل متواصل تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة. النهاردة والعشاء الكرة المصرية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 31 من الدوري المصري. هيلتقي طلائع الجيش مع فاركو في تمام الساعة 5:30، سيراميكا مع بلدية المحلة الساعة 9، في نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري.